السمك انواع بولتي وبوري ومرجان وريد فيلفت كمان. نبتدي بقى نقطع بق السمكة، نحدد مثلا هنا كده وناخد الحتة اللي احنا قطعناها دي بالشكل ده، نلف بس القاعدة كده ونروح حاطينها في نفس المستوى بتاع البق. هبتدي بقى اجيب البونبوني للحاجات اللي الاطفال بيحبوها ديت، خلاص وابتدي ارص بالشكل ده كده. هنعمل بقى العين بتاعه السمكه، نفرد كده حته بيضه فندان طبعا، بس كده اي قطعه مدوره هنروح قاطعين العين. بعد ما قطعنا العين هنحطها هنا كده، بس هنوسع لها مكان عشان ايه نحطها من تحت. ونروح جايين نعناها بني بقى، بني اسود زي ما انت عايزه.